بقى اللي حصل ان المستشار مرتضى منصور كان هنا والعمليه في هدوء تام. جه عبد الرحمن بركه معدي ماشي وعربيه المستشار مرتضى بتهتف، تم تكسير العربيه بسيوف وسنج ومتصوره على التليفونات بسيوف وسنج بالعربيه اتدغدغت وراجل سبعه طار وبهدله. احنا جايين بعربيه الدعايه بتاع المستشار وماشيين وراه، فهو ادانا تعليمات قال لي خليك انت هنا في دماس لفه. فاحنا جينا هنا وقفنا العربيه هنا، لقينا عبد الرحمن بركي جاب العربيه بتاعته وجاب وراه عربيه بلطجيه. السنج فيها 4 متر، السنج 4 متر. واحنا كنا قاعدين في العربيه ولقينا الطصه نازل علينا. وده احنا من ربنا اللي احنا ايه؟ الناس طلعتنا من العربيه وهم سابونا وجريوا. وهم سابونا وجريوا. من الازاز بتاع العربيه من انكسر على ايدي. هو ده النظام بتاع عبد الرحمن بركي.